المجال اللي عم نشتغل فيه عم نشوف الأموال. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. حزب الله فرط بهذا النصر ولم ينجح في قطف ثماره داخليا. في الذكرى الثامنة لحرب تموز على لبنان، قصف إسرائيلي على وادي زبقين وتحليق مكثف للطيران المعادي. الاحتلال يستعد لاقتحام قطاع غزة ومشاورات غربية للبحث في وقف النار. معارك ضارية في حماة والجيش الحر يتقدم في درعا. أهلا بكم. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مساء أمس مناطق في الجنوب، قالت إنه جاء ردا على 3 صواريخ انطلقت من لبنان وسقطت في مستوطنة نهارية. القصف الإسرائيلي شمل وادي زبقين ومجد الزون واقتصرت الأضرار على الماديات، كما ترافقت هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف للطيران المعادي فوق مناطق الجنوب، ملقيا قنابل مضيئة عدة فوق القرى الحدودية. القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل أعلنت استنفارا أمنيا عند المنطقة الحدودية. عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه نفى ما تناقلته وسائل أعلام عن تبني كتائب القسام إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن العمل العسكري لكتائب القسام محصور داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال طه: إننا في حركة حماس نحترم السيادة اللبنانية ونستغرب زج كتائب القسام بهذا الأمر الذي يتحمل أغراضا سياسية إقليمية ودولية. وليس بعيدا من الجنوب، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة طاولت المساجد والمراكز الطبية والإنسانية في وقت أشارت معظم التقارير الواردة من على حدود القطاع أن إسرائيل حشدت قواتها بشكل كبير وأعلنت استعدادها للبدء بالهجوم البري على غزة. شريط الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية في هذا التقرير. واصلت قوات الاحتلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة ضاربة عرض الحائط بالدعوات الدولية للتهدئة، فشنت الطائرات الحربية سلسلة غارات على الأحياء السكنية لم تسلم منها المساجد والمراكز الإنسانية، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. تطورات الأوضاع على الأرض تشير إلى أن العملية البرية ضد قطاع غزة باتت على قاب قوسين أو أدنى، بعدما أكمل الاحتلال نشر واستدعاء آلاف الجنود من الاحتياط ومطالبة الفلسطينيين على حدود قطاع غزة بإخلاء بيوتهم ونشر مدرعات ودبابات على طول خط الحدود، تحركات تنذر كلها بقرب بدء العملية التي تنتظر الضوء الأخضر من بنيامين نتنياهو وموشي يعلون. من جهتها المقاومة واصلت قصف البلدات والمدن الإسرائيلية ووسعت من دائرة الرد على الاعتداءات، فقصفت تل أبيب وبئر السبع وديمونة ومطار بن غوريون ونيتفوت. وفي إطار الحرب الإعلامية تمكنت كتائب القسام من اختراق بث القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي وبثت رسائل إلى الإسرائيليين. وفي التحركات دعا مجلس الأمن لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة ووقف إطلاق النار. في المقابل يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الاثنين المقبل مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بدعوة من الكويت لمناقشة تدهور الأوضاع في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أيام. إلى ذلك حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد لقائه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير من مخاطر التصعيد العسكري وما سيسفر عنه من ضحايا، مؤكدا وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني وحرصها على المساهمة في توفير احتياجاتها الإنسانية، فضلا عن تقديم 500 طن من المؤن الغذائية والأدوية للفلسطينيين في غزة. في ذكرى الثامنة لحرب تموز يتذكر لبنان الأيام الصعبة التي مرت بها على مدى 33 يوما، وأيضا التضامن الشعبي في وجه آلة القتل الإسرائيلية
والذي فرط به حزب الله. تقرير مها ظاهر. يذكر اللبنانيون ذلك اليوم المشؤوم، ظهر 12 من تموز أعلن عن أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين بعدما تجاوز الخط الأزرق عند بوابة مزارع الشبعة. تلقى رئيس الحكومة فؤاد السنيور الخبر يومها بقلق، وتلقى في وقت لاحق من ذلك اليوم رسالة أمين عام حزب الله الذي دعاه لأن يكون كما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم عدوان نيسان 96 بإسرائيل. الحكومة طلبت من المعارضة وقف الاشتباك السياسي أو النقاش بما يجري في تلك اللحظة حتى تنتهي العملية الإسرائيلية، وانتهت إلى أن تشكل لجنة التحقيق حققت وحددت المسؤوليات والأخطاء. نحن بلبنان قوى 14 أدار بادرت تلقائيا إلى وقف كل نقد أو نقاش فيما يجري انتظارا لانتهاء العملية حتى تكون جبهة داخلية متضامنة في وجه إسرائيل. حرب شرسة خاضتها إسرائيل ضد لبنان على مدى 33 يوما، كان خلالها حزب الله يقاوم بسلاحه وفؤاد السنيور بحكومته، وذلك على وقع احتضان شعبي لآلاف النازحين من الجنوب والبقاع. انتهت الحرب ليبدأ حزب الله رحلة التخوين بحق الرئيس السنيور والشركاء في الوطن. فمن قال لو كنت أعلم لما خطفنا الجنود كان يجهل أيضا أهمية التضامن بين اللبنانيين خلال فترة الحرب عليهم. حزب الله فرط بهذا النصر ولم ينجح في قطف ثماره داخليا، وهذا يؤكد أن هذه الحرب لم تكن مشروعا وطنية الأهداف، كانت مشروعا إقليمية الأهداف. استثمر حرب تموز ليشن حربا داخلية إضافية بسبع أيار 2008، وهذه الحرب كانت الفاجعة الكبرى في تاريخ الحزب والفاجعة الكبرى في حياة اللبنانيين. يذكر فايد بصدام سياسي حصل بين إيران والغرب قبل أيام من حرب تموز، بعد أن رفضت إيران عرضا لتخفيف العقوبات لم يعجبها فردت عبر حزب الله. اليوم وفي الذكرى الثامنة لحرب تموز، حزب الله في سوريا يقاتل ويخون ويعمق الشرخ بين اللبنانيين. حزب الله بين الأمس واليوم نفسه لا يملك قراره، علم أم لم يعلم بعواقب أفعاله. لمناسبة الذكرى الثامنة لعدوان تموز، استذكر الرئيس فؤاد السنيور حالة التضامن التي سادت لبنان والتي شكلت أحد الدعائم الأساسية لتثبيت المناعة الوطنية، ودعا السنيور الفلسطينيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية للنجاح في مواجهة العدوان الذي تتعرض له غزة. شهداء فلسطين اليوم ينادون شهداء لبنان في العام 2006، هكذا يستذكر الرئيس فؤاد السنيور الذكرى الثامنة للعدوان الإسرائيلي على لبنان. ولهذه المناسبة اعتبر السنيور في بيان أنه لابد من تذكر حالة التضامن الوطني العالية التي سادت لبنان إبان العدوان الإسرائيلي، باعتبارها شكلت إحدى الدعائم الأساسية لتثبيت المناعة الوطنية التي تضافرت، كما استذكر الشجاعة والتضحيات السخية التي بذلها المقاومون لصد العدوان، مضافا إليها المقاومة السياسية والدبلوماسية، وهي التي شكلت مجتمعة العامل الرئيس الذي سمح للبنان بإفشال مخططات العدو الإسرائيلي ومنعه من تحقيق انتصاره على لبنان. ودعا رئيس كتلة المستقبل النيابية الفلسطينيين إلى التمسك بوحدتهم الداخلية للنجاح في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة المتروكة وحيدة لقدرها، لأن الهدف الأساسي للعدو هو ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية لضرب القضية التي يجب أن تبقى المركزية لدى جميع العرب. ودعا الجامعة العربية والأمم المتحدة والشعوب العربية والرأي العام العالمي للوقوف مع كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يجب أن يتوقف، وأن تحاسب إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، لا سيما وأن الصواريخ والأسلحة والطائرات التي دفعت ثمنها الشعوب العربية من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي تستخدم اليوم ضد الآمنين في بيوتهم والمطالبين بالحرية وبالتطوير والإصلاح. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري كأن تموز موعد دائم للعدوانية الإسرائيلية
التي تتكرر منذ اجتياح لبنان عام 1982 إلى العدوانية الإسرائيلية فيما أسمته إسرائيل بحرب الأيام السبعة عام 93 إلى حرب تموز عام 2006، والتي استمرت 33 يوما مخلفة الموت والدمار إلى غزة اليوم، التي جعلتها إسرائيل مساحة مناورة لأسلحتها المتنوعة بالذخيرة الحية على جسد أهلها وممتلكاتهم. وإذ أكد بري الانحياز الكامل للشعب الفلسطيني، استدعى انتباه الأمة العربية وشعوبها لتلتفت إلى أن القضية المركزية كانت وستبقى فلسطين، وأن كل ما يحدث على مساحة أقطارنا من حروب صغيرة هي لمصلحة العدو. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مبديا له تعاطفه مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الحرجة، وأكد له ضرورة دعوة المجتمعين العربي والدولي إلى بذل كل المساعي لوقف هذه المأساة الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، حمل جعجع مسؤولية غياب الدولة إلى الذين يعطلون المؤسسات الدستورية. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الفراغ الكامل في سدة الرئاسة يجر معه شبه فراغ في الحكومة وفراغ شبه كامل في المجلس النيابي. وخلال العشاء السنوي لقطاع المصارف القوات اللبنانية، دعا جعجع عبر شاشة خاطب منها الحضور، دعا المواطن اللبناني إلى البدء بالمحاسبة لأن القرار موجود بيده. ما بقى فيه إلا بقى أتوجه لضمير كل مواطن من المواطنين اللبنانيين يفكر مزبوط باللي عم بيصير، وبأول مناسبة ديمقراطية بتصير قدامنا مثل الانتخابات النيابية انه نعرف كيف نتصرف. يلي عم بيعطل نحطه برات الحياة السياسية، لانه عم بيعطل الحياة السياسية وعم بيعطل الحياة الديمقراطية وعم بيعطل المؤسسات بالبلد، وبالتالي عم بيعطلنا مصالحنا كمواطنين لبنانيين. اما يلي ما انه عم بيعطل ويلي عم بجربوا قد ما فيهم يبنوا المؤسسات ويحافظوا على البلد، هودي اللي لازم نزكيهم تنقدر نحافظ على مصالحنا. حدود لبنان بدها ضبط، ما بيجوز بعد يكون في افرقاء موجودين بالحكومه وبذات الوقت عم بيشتركوا بالحروب الدائره بالمنطقه. وختم جعجع: صحيح اننا نواجه مشاكل عديده، ولكن هذا لا يعني ان وضعنا بات مستعصيا، فالحلول لا زالت بين ايدينا وعلينا ان نقرر مصيرنا بانفسنا. أكد نائب محمد الحجار أن هناك مبدأ أساسيا بالنسبة إلى فريقه السياسي، وهو أن تعقد جلسات الحكومة والبرلمان لإقرار الأمور الضرورية. أضاف الحجار في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن تيار المستقبل يؤيد طرح وزير التربية بشأن ملف الجامعة، مبديا استعداد فريقه المشاركة في جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب فور تأمين نفقاتها. أما فيما يتعلق بالخلاف الحاصل بشأن دفع رواتب القطاع العام، فأكد رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وأوضح أن دفع الرواتب ممكن من خلال المراسيم الصادرة عن الحكومة وقانون موازنة العام 2006. تتابعونا في النشرة بعد الفصل. مسلحون مجهولون يعدمون 30 مدنيا في بغداد. أهلا بكم من جديد. تواصلت المعارك بين كتائب الأسد والجيش السوري الحر في حماة، بينما صعد النظام من وتيرة قصفه المستمر على قرى وبلدات ريف حلب، فحين أحرز الثوار تقدما في ريف درعا واستعادوا قرية بريف حلب من أيدي تنظيم داعش. كما واصل الطيران الحربي شن غاراته فضلا عن استهداف النظام لمناطق متفرقة من البلاد بالبراميل المتفجرة والمدفعية، كما شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدة عدرة في ريف درعا في ريف دمشق عفوا، بينما سقط عدد من الجرحى جراء سقوط قذائف هاون في أحياء عدة في العاصمة. أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيقرر غدا أو يسمح للقوافل الإنسانية التي تحمل مساعدات لملايين المدنيين السوريين باجتياز الحدود من تركيا والأردن والعراق. وبعد أسابيع من المفاوضات أعدت أستراليا والأردن واللوكسمبور النص لعرضه للتصويت، بينما لم تبدي روسيا أي رد فعل حتى الآن. وأعرب السفير الروسي فيتالي تشيركن عن تفاؤله حيال الموضوع، موضحا أنه لم يبقى سوى عنصرين غير مقبولين في نص القرار.
اقتحم مسلحون مجهولون الليلة الماضية مجمعا سكنيا وسط بغداد وأعدموا نحو 30 مدنيا غالبيتهم من النساء. سياسيا، اتفق تحالف القوى الوطنية ومتحدون للإصلاح على تسمية سليم الجبوري مرشحا لرئاسة مجلس النواب للدورة الحالية عقب اجتماع مطول. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان المنتهي ولايته أسامة النجيفي المرشح الجبوري إلى تحمل أعباء المرحلة الحالية والعمل على تحقيق مطالب المحافظات الست المنتفضة ضد سياسة المالكي. هذا ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسته الثانية إثر فشله في الجلسة الأولى في انتخاب رئيس له. بعد الفاصل في الصباحية، حال طوارئ مائية واقتراح استيراد المياه من تركيا. نواصل تقديم النشرة. تمنى وزير العدل اللواء أشرف ريفي على أهالي الموقوفين في طرابلس ألا يكونوا أداة لمن يحاول إعادة المدينة إلى دائرة العنف. وقال ريفي في بيان له: أدعو أبناءنا المعتصمين لفتح الطرق أمام أهلهم، ولا سيما أن رسالتهم قد وصلت ونحن كنا ولا نزال نتابع قضيتهم المحقة بموضوعية وعدالة لإنصاف الموقوفين. وفي طرابلس اعتصام لأصحاب المحال التجارية احتجاجا على قطع طريق الرئيس الذي يربط المدينة بعكار للمطالبة بالإفراج عن موقفي الأحداث الأخيرة. نفذ أصحاب المحال التجارية في الأسواق القديمة في مدينة طرابلس اعتصاما في سوق العريض احتجاجا على قطع الطريق الرئيس الذي يربط طرابلس بعكار، ما أدى إلى شل الحركة في المدينة. قطع الطرقات هو قطع لأرزاقنا وأرزاقكم وقوت عيالنا في عز الموسم الذي ننتظره من العام إلى العام. الثانية بده يصير في تحرك. حكينا اليوم، حكينا مع المحافظ اليوم، حكينا مع وزير عدل، حكينا معهم كلنا سوا. اللي قاعدين هلا قاطعين الطرقات زعماء طرابلس نجيب مواتي والتانيين بيبعتوا لهم اكل وسحور على هذا. لك يا نجيب عم هيدي بلدك. وحذر المعتصمون من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم فتح جميع الطرق. حالة طوارئ مائية أعلنت عنها لجنة الطاقة والمياه، والنائب محمد قباني يشرح للمستقبل تفاصيل اقتراح استيراد المياه من تركيا. تقرير ناهد يوسف. كي لا يعطش لبنان، أعلنت حالة الطوارئ المائية ودق ناقوس الخطر وبدأ العمل لحل كارثة الجفاف في لبنان. استيراد المياه من تركيا حل أشار إليه رئيس لجنة الطاقة والمياه محمد قباني بعد أن اجتمع مع السفير التركي وأعطى توصياته إلى اللجنة الوزارية المكلفة. نحن بحاجة لنستورد 100,000 متر مكعب من تركيا لأنه ما في مصدر آخر بشرق المتوسط غير تركيا لخدمة بيروت والضواحي، لأنه هذه المنطقة اللي فيها أكثر شيء مشكلة مالية. فيهم يكونوا مكررين وفيهم يكونوا مش مكررين، الأتراك مستعدين للشغلتين، لكن طبعا في فرق بالسعر. رح تجيبهم سفن ضخمة، وحدة بترسي بدبي على محطة الضخ لبيروت، وحدة بترسي بالديشو يعني بتعطي المي لمحطة الديشونية اللي بتعطي المي للضواحي وخاصة الضاحية الجنوبية. ترشيد الاستهلاك، مراقبة أسعار صهاريج المياه، ووضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات من بين التوصيات التي وضعتها لجنة الطاقة والمياه. عم بينقال عنا مي، أكيد في عنا مي، بس في سوء يعني ما توزوني، في عدم إدارة سليمة لموضوع المياه. كل هذه المعالجات كنا نشوف على التلفزيونات يعني مع الأسف أنه تدشين وقصص وإلى آخره، لكن ما شفنا يعني حتى الآن لا بالكهرباء ولا بالماء شفنا نتائج ملموسة. هلأ اليوم الوزير بسيل انتقل للريو مشان يشجع فريق البرازيل بالفوتبول، ويعني مع الأسف ما نجحت القصة. المياه التي سيتم استيرادها ستكفي حتى شهر تشرين الثاني أو كانون الأول، أي حتى موعد هطول الأمطار. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. وفي ظل الشح طلب أهالي عكار السماح لهم بحفر الأبار الارتوازية. تقرير زياد منصور.
الزراعة إلى تراجع، المياه إلى تناقص، الكهرباء منعدمة، والكوارث تزداد، ولا قدرة للعكارية على تحمل نتائج هذا الوضع المذري. ويتزامن هذا الواقع مع رفض رسمي بتعميق الأبار أو حفر أخرى لمواجهة العام الأكثر جفافا في تاريخ المنطقة. يا معالي الوزير الطاقة، لقي لنا حل لهالبلديات للشعب العطشين. لا مية الشفة عم تيجي من مصلحة المي، عم تيجي مقننة كل يوم بالأسبوع، بتيجي 4-5 ساعات ولا 10 ساعات بالأسبوع كله. بيورا من المستحيل يخلونا ندق بيورا، لعنا قوة أمن الداخلي عم يرصد كل بير بده عم يدقه. حل مطلوب أول شيء من وزارة الطاقة أن تلفت لهالناس، يعني مثلا أنا نشف عندي بير، عملنا ميت مستحيل بطريقتنا، دقينا بير تاني مش الحال الحمد لله، بس في ناس ما في عم تدق نهائيا بالمره نهائيا. يعني هلا اكثر السكان حتى اللي عمل بير لبيته كان نازل 10-12 متر، صار عم ينزل 40 متر. وحتى تحقيق مشاريع السدود التي قد لا تنفذ ابدا، وعدم قدره الدوله والوزاره على حل مشكله شح المياه، لابد اولا من السماح بحفر الابار الرديفه، وثانيا تنظيم قطاع بيع المياه عبر الصهاريج، خصوصا وان العاملين في هذا القطاع يحتكرون مياه الابار العامه والبلديات. كما هو ظاهر فان ازمه المياه في عكار الى تفاقم، والمواطنون يطالبون وزارة الطاقة ووزارة الداخلية بالسماح لهم بضرورة حفر الآبار قبل أن تتحول هذه المشكلة إلى مشكلة اجتماعية كبيرة وتشكل عبئا على الوزارات وعلى الأجهزة المختصة. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. في ختام نشرة صباحية نذكر بعنوانها: حزب الله فرط بهذا النصر ولم ينجح في قطف ثماره داخليا. في الذكرى الثامنة لحرب تموز على لبنان، قصف إسرائيلي على وادي زبقين وتحليق مكثف للطيران المعادي. الاحتلال يستعد لاقتحام قطاع غزة ومشاورات غربية للبحث في وقف النار. معارك ضارية في حماة والجيش الحر يتقدم في درعا. بهذا نصل إلى ختام النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والله كل اللي عم نشتغل فيه عم نشتغل.